قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم حيانا الفناء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، صورة حية تنقلها لنا شاشات التاريخ، ويحكي لنا أحداثها حبيبنا وقرة أعيننا صلوات الله وسلامه عليه، في مشهد من مشاهد الرحمة وموقف عجيب لقلب رق لضعف مخلوق فأغاثه، فكانت تلك الإغاثة سبباً لمغفرة الله. ويا له من سبب، ويا له من طلب. أصغ سمعك أيها المحب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. البغي أيها الأحبة هي الزانية، أو من احترفت الزنا واشتهرت به، ومع هذا الذنب العظيم الذي تلبست به غشت قلبها رحمة لكلب رأته قد أدلع لسانه من العطش في يوم حار، فنزلت البئر ونزعت ماء بموقها أي خفها أو ما يلبس فوق الخف، فسقت ذلك الكلب وأطفأت ظمأه وأنقذت حياته، فكان نظر المولى إليها أعظم من نظرتها إلى ذلك الكلب. رحمت كلبا فرحمها الرحمن، أسدت إلى حيوان معروفا فكافأها الشكور فغفر لها ذنبها. بشربة من ماء، برحمة وقعت في قلب قد غشاه الران من الذنوب، تقشع ذلك الران برحمة أضاءت ظلامه وقشعت غمامه، أغاثته بسيل من رحمات ذي الجلال ومغفرة الكبير المتعال. والرحمة تستجلب بالرحمة، شربة ماء برحمة لحيوان سترت العيب وأنالت الرضا، هي لم تتب ولكن رحمتها لذلك الكلب غفرت ما مضى. أمة الإسلام، هذه الشربة دليل الرحمة
وعلامة لين القلب، وإن كان الجسد منهكا بالذنوب. لهذا كانت المكافأة لها مغفرة ذنوبها، وما ذلك بغريب، فقد قرر الله تعالى فقال مخاطبا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، لا لفئة دون أخرى، لا لطائفة دون أخرى، لا لعالم دون عالم، بل للعالمين، للعالمين. كما أن الله تعالى هو رب العالمين، فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المرسلة للعالمين. فالرحمة شعار المسلمين، ودثار الأخيار والصالحين، ولباس عباد الله المتقين. كم فرج برحمة من هموم، وكم أزيل بها من غموم، متى سكنت قلب مسلم فتحت له أبواب الخير، وأغلقت دونه أبواب الشر، ينال بها التسديد، ويلهم بها رشده، ويكون بها من المفلحين. ولكن كم يفطر القلب حزنا، وتتقطع الأكباد ألما، إذا سلبت الرحمة من قلوب أكثر الناس، وحرم منها أقرب الناس. حين يخلو القلب من الرحمة للوالدين، فبه يعذبان، وبولدهما يشقيان، وبنار عقوقه يصطليان، إذا لم يرحم شيبتهما، ولم يعطف عليهما، ولم يرأف بضعفهما، حين خارت قواهما ووهن العظم منهما، فيكون عليهم سوطا مسلطا، فيكون عليهما سوطا مسلطا، يسمعهما من بذيء الكلام ألوانا، ويسومهما من سوء أخلاقه قطيعة وهجرانا. وهناك أناس خلت قلوبهم حتى من رحمة الأبناء فلذات الأكباد. وكم سمعنا في هذا الزمن من أحداث كان الأطفال فيها ضحايا، حتى حكمت فيها المحاكم. لم يكونوا ضحية غرباء أو أشقياء، كانوا ضحية الوالدين أو أحدهما، قسوة وجبروت وعنف وتعذيب. حتى إن المرأة ليحار، هل في الصدور قلوب تنبض، أم هي حجارة صماء؟ بعض الآباء يظن أن الأبوة ومعناها أنه إذا دخل بيته سكن الجميع، فلا تسمع لهم صوتا ولا همسا، لا يقابلهم إلا بعبوس، وجهه مكفهر قمطرير، لا يسمعون له ضحكة ولا يرون له ابتسامة، لا يلقون منه حنانا، ولا يسمعون منه إلا سبابا ولعانا، ربما دعا عليهم مع تقتير لهم وحرمان. ونحن نعرض له لوحة من لوحات النبوة، وإشراقة من إشراقات الأبوة، فخذ التفاتة صغيرة إلى المدينة النبوية، حيث أشرف خلق الله، وأعظمهم وأتقاهم وأشدهم هيبة وأكثرهم وقارا وأعظمهم مكانة صلى الله عليه وآله وسلم، يقف على منبره يخطب في أصحابه، يبين لهم أمور دينهم، يعظهم مواعظه البليغة التي تذرف لها العيون وتخشع منها القلوب. إذ أقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل من منبره وقطع خطبته، فأخذهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته، رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن. وفي مسند أحمد أيضا وسنن النسائي عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم فوضعه ثم كبر للصلاة فسجد سجدة أطالها، فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهره فرجعت في سجودي، فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله إنك أطلت، قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا: أين الفقيه المتنطع عن هذا الفعل؟ فتأمل عبد الله في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجمع إليه قول أنس رضي الله تعالى عنهم: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه مسلم. وأبصر الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. أخرجه الشيخان وعندهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فتأمل أيها الأخ الحبيب كيف كان عدم تقبيل الصبي نزعا للرحمة من قلب العبد، فكيف بتعذيبه والإساءة إليه وظلمه وضربه وإهانته واحتقاره. ولهذا جاء في رواية أخرى في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم. نعم، إن أبناءنا وبناتنا بحاجة منا إلى رحمة وعطف وحنان، إلى ضمة صدر وقبلة حانية وكلمة حب ومعاملة بر. معاشر المسلمين، وإن أناسا قلدنا الله أمرهم، عمال خدم وسائقين وسائقون من عمال وخدم وسائقين وأجراء وموظفين، هم بحاجة منا إلى تلك الرحمة أيضا. في الصحيحين أن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. بهذا المنطوق وبهذا المفهوم، فإن مما ينبغي للمسلم أن يطعم من تحت يده في بيته مما يأكل، ويكسوهم مما يكسو أهله مما يكسو أهله، وأن يحسن إليهم وأن يجبر خاطرهم طلبا لرحمة رب العالمين. وليكن نصب عينه قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه حين منع مسطحا ما كان يعطيه، فنزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إنا لنحب أن تغفر لنا يا ربنا.
فأعاد ما كان يصل به مصطحا من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. هذا أخ الإسلام مع الذي ناله منه الأذى وأساء إليه في ابنته وعرض حبيبه ونبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن لم يكن منه أذى بل كان منه العمل والإحسان؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته بما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، أخرجاه في الصحيحين. ونحن لا نأمل منك أخي الكريم أن تكون على هذا القدر من حسن الخلق، ولكن منه فاقتبس، وعلى منهاجه حاول أن تسير، وجاهد نفسك على أن تتخلق به، فالحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فإذا فرط منك إساءة فزم نفسك بالرغبة الملحة أن تنالك دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرفق بك ربك ويرحمك الرحمن الرحيم، وتجاوز عن المسيء منهم ليتجاوز عنك الرحيم الودود. فإن العفو عن الخطيئات والصفح عن الزلات شأن أهل المكرمات المتعرضين للرحمات. أيها المسلمون، وإن لنا أيضا إخوانا ينتظرون منا رقة قلب ولفتة رحمة ربما غفلنا عنهم أو تجاهلناهم، فلنكفر عما مضى بنظرة عطف تحمل لهم الرحمة، فحالهم قد يكون أشد بؤسا من حال ذلك الكلب مع تلك البغي. فقراء ومساكين ينتظرون قلبا رحيما يدخل عليهم السرور، يكفكف دمعهم ويداوي جرحهم ويسد عوزهم ويسعى في حاجتهم، يجبر كسر قلوبهم ويمشي في حاجتهم، وهو يردد قول حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، رواه مسلم. فهنيئا لقلب يرحم أرملة ويد تمسح رأس يتيم يعوضها عن فقدانها لزوجها ومعيلها وحبيبها، ويحنو عليه حنو الأب الرحيم خاصة في مثل هذه الليالي الشاتية والرياح العاتية. واستمع رعاك الله إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: ولعن من أبغضها وأبغض أباها. تقول: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، أعتقها بها من النار، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، هذه مقتطفات من أنواع للرحمة قد يغيب عنا بعض صورها، ورب صورة واحدة منها أغنتنا عن كثير من الأعمال وأوجبت لنا رضا الكريم الرحيم المنان. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أحمد وأبو داود. ولا تظنن أنك مطالب برحمة المسلمين فقط، بل برحمة بني آدم جميعا، وبرحمة كل ذي كبد رطبة من حيوان وغيره. واستمع إلى هذا الحديث عند مسلم وأبي داود من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس،
وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي: يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، فعليك صلاة الله وسلامه يا من بعثت رحمة للعالمين. وقال عنك ربك في محكم التنزيل، وقال ربك في محكم التنزيل: ورحمتي وسعت كل شيء. فاللهم رحمتك نرجو وقد وسعت رحمتك كل شيء، فلا تطردنا منها يا أرحم الراحمين. فارحمنا اللهم ووالدينا وذرياتنا ومن له حق علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء له وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الدين والعقيدة، أسوق لكم حديثين عظيمين ترغيبا وتحبيبا. فأما الأول ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية عند مسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، يا له من رب رحيم ودود. وأما الحديث الآخر ففي الصحيحين أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لا إله إلا الله الرحيم الودود. أيها المسلمون، رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله للراحمين،
يقول الله: رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فتعرض عبد الله رحمة الله بملء قلبك رحمة وعطفا وحبا، ولا تكن قاسي القلب، فإن النار علاج للقلب القاسي. فمن لم يلن قلبه لدمعة يتيم أو ضعف أرملة فالنار حقيقة أن تلينه عياذا بالله. اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.